موسيقي الإذاعة الوطنية، وكنت مع الجوق الوطني اللي سميتو تحرى أسد ديال عبد القادر الرشدي. ثم ذهبت إلى الجوق الأندلسي مع لوكيلي الله يرحمه، وكنت محافظا للجوق إلى أن أحيلت على التقاعد. الموسيقى بدأتها منذ نعومة أطفالي، لأن كنت بقي طفل صغير، وكان دار بن غمريط كانوا ساكنين عندنا. بن غمريط كانوا ناس مولوعين في الطرب الغرناطي، وكان عارف بأنه كانوا كل مناسبة ولا كل أسبوع كيجيو تجمعو تما عندهم عند السي بن غمريط، وكانوا كيعملوا صنائع من طرب الغرناطي، وكانوا كيبدعوا لأن كانوا معاهم في ذاك الوقت الناس اللي ملوعين بالطرب وكيمارسوه وكيتبعوه. دخلت منذ صغري، دخلت المعهد مولاي رشيد، ما خديت الدروس ديالي مع ديال الطرب الغرناطي مع الفقيه الله يرحمه برحمته، الله يرحم جميع المسلمين اجمعين، الفقيه سويع. كان هو الرجل الوحيد اللي كان كيعلم في معهد مولاي رشيد، كيعلم الاندلسي وكيعلم. حبيبي كانوا ملوعين، وكانوا كل مناسبة كيتجمعوا وكيعملوا شوية ديال الطرب وهذا وهذا. وأنا باقي صغير ما كنت كان قال لي هي حاجة موسيقية كنا ننتمي ليها وكنبغيها، لا سيما الوقت اللي كنت صغير كانوا كيعطيوني حق العصر. كنت كنمشي من عادي لسوق الغزال والزوطية، ونشوف إلا كاين شي آلات صغيرين كنشريهم باش كنمشي للدار. ولكني الوالد ديالي الله يرحمه كان ضد هاد الشيء هذا، وما كانش كيبغي الموسيقى، وما كانش لأن كانت الموسيقى ما كيبغيش يخلي ولادو يتعلموا لها في ذيك الوقت. ما كاينش شي نقول لك انا، مابقاوش شي مولوعين. الشباب بعدين ما بقاش كيتولع بهذا الشيء هذا، لان اولا ما كاينش اللي كيدرس هذا الشيء ولا كيعطيهم سميتو هذا. انا مشيت مرارا وزارة الثقافة باش نبدا نعلم سميتو هادي بدون مقابل ولا سميتو هادا، غير الدراري يعطيني غير محل فن. ولكني كل نوبة أجي حنا غادي نشوفو حنا هادا زلال الغيار، زلال الغيار.
المعاهد تبع الوزارة الثقافة اللي كيعلموا الأندلسي، أما الغرناطي ما كانش اللي كيعلم. المدن اللي فيها الغرناطي وهي وجدة. وجدة فيها تقريبا شي 25 و 26 جمعية ديال الطرب الغرناطي، عندهم محلات ديالهم، عندهم الناس اللي هما مولوعين عندهم داخل الجمعية اللي كيحفظوهم وكيدربوهم وجدة هي البلاد الوحيدة اللي دابا لأنها قريبة الجزائر، وبأنه يعني الناس اللي ديال وجدة أكثرية فيهم مولوعين بالطرب. ما كاينش شي علاقة في الشعر، ولكن في الأنغام وفي الأوزان كنعرفوا بأنه الأصل ديال الطرب الغرناطي ما يجي من قرطبة، شبيلة، غرناطة. ما يقول الناس هو أن خص يعني هذا الفن هذا خصو يعني تعطى حقه بأنه ما خصوش يضيع، لأن هذا تا هو من التراث المغربي، والشعر ديالو اللي كاين كله تقريبا كتوجدو في الأندلسي،